On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. نتيجة بعد أكثر من 20 عام على أحداث سبتمبر، لم تتمكن الولايات الأمريكية من القضاء على حركة الطالبان، وبالتالي اضطر إلى توقيع اتفاقية في عهد ترامب، اتفاقية الدوحة في إشباط فبراير 2020، والتي نصت على الانسحاب الأمريكي مقابل أن لا تستخدم حركة طالبان الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد مصالح الولايات الأمريكية وحلفائها. دائما كانت ترتبط عمليات الاغتيال بتوقيتاتها بظروف محلية، بتنافسات سياسية، وللتغطية على فشل في ملفات عديدة. كان هناك انتقادات حول سياسة جو بايدن للأمن القومي، وبالتالي نعلم أنه في أدنى مستويات شعبيته الآن في أمريكا، وبالتالي هو بحاجة إلى مثل هذا الإنجاز. ماذا كانت خطورة أيمن الظواهري في وجوده أو في عدم وجوده؟ لم يكن يشكل الظواهري خطر، ونعلم أنه في عهد الظواهري لم يتمكن من تنفيذ أي عملية ضد المصالح الأمريكية على الإطلاق، بالذات في حالة الظواهري. نعلم أن الظواهري كان معزولا تماما، وبالتالي حتى أنه لم يستطع أن يسيطر على الفروع. في عهده تم تمرد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا في 2013، ولم يستطع أن يفعل شيء. أن هناك ارتباط منشئي ما بين قيام هذه الجماعة المتطرفة التي تعتمد على القتال والحاجات، وبين الفساد والمستوى السياسي في الدولة، هناك رابط ما بين الاثنين. هذه الحركات هي أصلا حركات سياسية بدأت مهزومة، يعني هناك تم هزمها، ليس مهزومة بصندوق الانتخابات، هزمت عن طريق القوة العسكرية وعن طريق البطش، عن طريق الفساد، عن طريق يعني الطغم النخب الحاكمة التي هي يعني تعمد إلى تضييق الخناق على الحريات، وبالتالي لا يوجد هناك تنمية، لا يوجد هناك ديمقراطية، لا يوجد هناك أي شيء، عبارة عن نخب عسكرية متحالفة مع نخب مالية تدير هذه يعني كعصابة، وبالتالي هذا يدفع كثير من الناس والشباب إلى التطرف، لأنه دائما معظم هذه الحركات الراديكالية يتم ردكلتها عن طريق هذا العنف. يعني أنت قضية الإرهاب هي مفهوم ذاتي غير موضوعي، يعني سلطة القوة السيادية هي من تحدد ماهية الإرهاب وهوية الإرهاب، وغالبا مرتبطة بعد 11 سبتمبر أو بعد انهيار الحساسيات بالدين. يعني قبل ذلك ما كانش الإسلام، كان الشيوعية والمرجعية، يعني بمعنى كان يصنف الكونغرس الإفريقي بقيادة نيلسون مانديلا موضوع على أحد الإرهاب الأمريكية، كذلك الجيش الجمهوري الإيرلندي، وبالتالي هي دائما كانت هي ما يناقض مصالحك. ولذلك كان إدوارد سعيد يعرف الإرهاب في مقالاته النقدية بأن كل من يقف في طريقنا هو إرهابي. ولذلك نرى في الحالة الفلسطينية كيف أصنف الحركات، سواء كانت في إطار اليسار الجبهة الشعبية أو فتح أو الديمقراطية أو حماس أو الجهاد، بصرف النظر كل فلسطيني هو إرهابي محتمل، وبالتالي هو موضوع على لائحة الإرهاب سواء الإسرائيلية أو الأمريكية. كيف يمكن لإحتلال الاستيطاني قائم على الإرهاب أن يصنف الأصلاني صاحب الأرض صاحب الحق بأنه إرهابي وهذا العالم يؤيده؟ فواضح أنه مسألة قوة وإبادة لا علاقة لها بموضوع الحق والعدل.